بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم الهجري سنواصل شرح مقرر كيمياء عضوية واحد وسنمر إذا إلى المحور السابع حيث سنقوم بشرح أهم الطرق لتحضير الألكينات وأهم تفاعلاتها إذا في هذا المحور سنقوم أولا بالتطرق إلى أهم الطرق لتحضير الكائنات ثم نمر إلى الجزء الثاني حيث سنقوم بشرح أهم التفاعلات للكائنات إذا بداية بالجزء الأول وأهم الطرق لتحضير الكائنات إن أهم الكائنات وأصغرها هو الأسيتيلين فهو مادة أولية في العديد من الصناعات يستمد منه من يستمد منه الأسيتالديد حامض الأسيتيك والكلوروبراين المستخدم في صناعة المطاط كما أن الأستيلين يستعمل كذلك في في للاحتراق حيث يعطي درجة حرارية عالية تستعمل لعملية اللحام ويتم تحذير الأستيلين بتسخين فحم الكوك مع أكسيد الكالسيوم في درجة حرارية عالية باستعمال الفرن الكهربائي ثم فيما بعد وفي المرحلة الثانية يتم معالجة كربايد الكالسيوم بالماء للحصول على الأستيلين ومع وجود البترول والغاز الطبيعي اصبحت الطريقه اسهل وذلك بتسخين الميثاين وذلك بتسخين الميثاين المستمد من الغاز الطبيعي في فتره قصيره جدا باستعمال فرن كهربائي ونتحصل بالتالي على الاستيلين